يعتبر التأخر في تلقي العلاج والإسعافات الأولية المطلوبة لعلاج ضربة الشمس من أسباب تلف الدماغ وتعرضها للانتفاخ المفاجئ الذي يؤدي إلى الوفاة. لذلك يجب على المحيطين بمريض ضربة الشمس العمل سريعا على خفض درجة حرارة الجسم بأسرع وقت ممكن من خلال الاستحمام بالماء البارد ووضع أكياس من الثلج فوق الرأس مع التهوية الجيدة إلى أن تنخفض درجة حرارة المريض لأقل من 39 درجة. وإذا تعذر استدعاء الطبيب فهناك بعض الطرق التقليدية لعلاج ضربة الشمس بالأعشاب الطبية، ومن أهمها ما يلي: 1- مغلي حبة البركة. إن شرب مغلي حبة البركة بعد نيبروت أو كما يطلق عليها الحبة السوداء بعد تحليته بالعسل الأبيض يعمل على تنظيم ضربات القلب التي تسارعت بعد الإصابة بضربة الشمس. 2- الخل المخفف. يعتبر شرب ملعقة واحدة من الخل المخفف مع وضع 3 نقط من عصير الليمون أو نقطتين من المحلول الملحي في الأذن يعمل بصورة مباشرة على خفض درجة حرارة الجسم، وبالتالي تتحسن حالة المريض الصحية ويقل الشعور بالصداع وآلام الرأس. 3- النعناع وبذور الحرمل. من الضروري أن يواظب المصاب بمرض ضربة الشمس على شرب مغلي النعناع مع بعض بذور الحرمل بعد أن يبرد مرتين على الأقل يوميا لمدة 3 أيام، وذلك من أجل حفظ توازن الجسم والمحافظة على استقرار الحرارة وتنظيم عمل القلب والدورة الدموية. 4- تناول المشروبات والعصائر الباردة لتعويض السوائل التي فقدها الجسم نتيجة لارتفاع درجة حرارته مع ضرورة تجنب المشروبات الساخنة والمنبهة، ومن أهم تلك المشروبات الباردة التي تساعد في خفض درجة حرارة الجسم وتعويضه عن فقد السوائل ما يلي: عصير الليمون. يعتبر عصير الليمون إذا تم تناول كوب منه بضع مرات يوميا من أكثر المشروبات التي تساعد في تهدئة الجسم والأعصاب وتقوية جهاز المناعة للتخلص من آثار ضربة الشمس بصورة كاملة. الشومر. ينصح بمضغ نبات الشومر الأخضر أو تناول مغلي ثماره بعد أن يبرد بعد تحليته بالعسل الأبيض، لأنه يساعد أيضا في تعويض الجسم عن السوائل المفقودة مع ضبط حرارته. البصل. إن تناول البصل مع الطعام يفيد في علاج ضربة الشمس وتخفيف ضغط الدم وقتل البكتيريا مع خفض نسبة السكر والكوليسترول في الدم. اليانسون. يعتبر مغلي اليانسون المحلى بعسل النحل وتناوله بعد أن يبرد من أفضل العلاجات المناسبة للتخلص من آثار ضربة الشمس نظرا لاحتوائه على زيوت طيارة لها فوائد طبية عديدة. عصير العنب. ينصح بتناول عصير العنب الطازج للمصابين بضربة الشمس من أجل العمل على منح الجسم النشاط مع تجديد الطاقة، ولكن لا ينصح به للمرضى الذين يعانون من مرض السكري.